لم تكل وريدة الأسير حمادة درامنا عن المشي إلى أي فعاليات أو اعتصامات للأسرى، وها هي اليوم حاضرة في اعتصام الأسرى في مدينة البيرة، وقلبها يتألم على نجلها الأسير المغيب داخل معتقلات الاحتلال والمحكوم بالسجن 11 عاما. ولا بنام ولا بقعد ولا ما بصدق ويترجع الوقت بهذا الشأن. أناشد العالم كل أسبوع، أنا من يوم ما انتقل أناشد العالم اللي يخبرون عن ابننا، مش بس ابني، الأسرى جميعها اللي أنا ما شفتها ولا بعرف عنها أي إشي من يوم الحرب، ولا بنعرف عنها أي شيء، ولا مكالمات ولا زيارات ولا محامية، حتى بنطالب في محامية ما في زيارات لمحامية، ولا بنعرف عنها أي شيء. ليطالبوا بوقف حرب الإبادة وللاعتراف بحقوق شعبنا في أرضنا ووطننا فلسطين. بعد مرور 8 أشهر على العدوان على غزة، ما زال الأسرى يتعرضون للتنكيل والضرب حتى القتل وسياسة التجويع والحرمان، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى داخل المعتقلات التي باتت مقابر أحياء لهم. السياسة واحدة، حرب بالمعنى الدقيق للكلمة يتعرض لها الأسرى، ليس لها أهداف سوى الانتقام من الأسرى والانتقام من الشعب الفلسطيني. بعد مرور 8 شهور على هذه الحرب الآثمة، وصل الوضع لدى الأسرى، أصبحت حياتهم مهددة للخطر، وأنا دقيق فيما أقول، يعني قمع وضرب وجوع وتوتر وشد عصبي وإهانات واكتظاظ وعدم وجود نظافة، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى أن حياة الأسرى صارت مهددة. سلطات الاحتلال يعني بجرائمها بحربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، أحد محاورها الرئيسة هي الأسرى، هم الأسرى، وبالتالي بشأن الأسرى كما يقتل شعبنا في غزة وكما يجوع أهلنا في غزة، يجوع الأسرى بشكل منهجي من أجل أن يفقدوا حياتهم ومن أجل أن يموتوا ومن أجل أن تزداد معاناتهم. وبلغ عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال قرابة 9500 أسير، بينهم 80 سيدة وأكثر من 200 طفل، موزعين على سجون مجد وعفر والدامون.